رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يؤكد أن الرئيس بوتفليقة على دراية جيدة بملفة الساعة، ويدعو لدى مغادرته الجزائر إلى تعزيز المصالح الثنائية للبلدين. اجتماعيا، الجزائريون مدعوون إلى شد الأحزمة لمواجهة الأعباء المالية المفروضة في قانون المالية التكميلي. وفي ريبورتاج النشرة، مثال حي حول فعالية دور تجمح بابن ورتلان مقارنة بالمجتمع المدني بالمدن الكبرى. نشرة الأخبار من الجزائرية، مرحبا بكم. إذا نبدأ اليوم نشرتنا بخبر مؤسف، أين سقطت هذا الجمعة رافعة في صحن المطاف بالحرم المكي بمكة المكرمة بسبب الرياح والعواصف القوية التي ضربت العاصمة المقدسة. وإثر هذا، أعلن الدفاع المدني أن الحصيلة الأولية لحادثة سقوط الرافعة قد بلغت أكثر من 60 قتيلا ونحو 30 مصابا من بينهم جزائريون. فندعو المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة. في خبر آخر، وفي كلمة ألقاها هذا الجمعة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي قبل مغادرته الجزائر بعد زيارة دامت 4 أيام، أكد أنه تطرق إلى عديد المسائل لدى استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منها الأوضاع السائدة في مالي وسوريا. التصريحات في ميكروفون أنيسة شايب. Nous avons abordé avec lui longuement, puisqu'il nous a reçus un petit peu moins d'une heure. Nous avons été sur les sujets internationaux, sur les sujets dans lesquels j'ai vu que les analyses étaient constantes et profondes, avec notamment des messages, un message sur le Mali, sur la Syrie, considérant qu'il ne suffisait pas de bombarder pour trouver une solution. Ce qui me, je le dis comme anecdote, je l'ai trouvé attentif, puisque, en tous les cas, il connaissait mon parcours politique, y compris dans mes débuts. كما ثمن جيرار لارشي العلاقة الاقتصادية بين البلدين وشدد على ضرورة المنفعة المتبادلة بين الجزائر وفرنسا. Partenariat économique. Nous avons rencontré bien sûr le secteur automobile, celui installé, celui à venir, le secteur électrique, le secteur de l'agroalimentaire, celui des services. Et je dois dire que la question du 49-51 se pose. L'idée, quand on est des partenaires pour longtemps, c'est d'amener aussi des sous-traitants, c'est d'amener les entreprises connexes. Et que ce qui peut être compris par une très grande entreprise, qui chez nous est au CAC 40, est plus difficile à faire comprendre pour une entreprise de taille intermédiaire, pour une petite entreprise. هذا ونوه لارشي بالدور الفعال الذي تؤديه الجزائر في المسائل الأمنية والدولية. Un des sujets de la Libye était de refonder en quelque sorte les prémices d'un État, et ça devait être cette dimension. Nous avons évoqué une question importante, qui est la question du soutien à nos amis de Tunisie. L'Algérie, dans cette proximité, avec un rôle à la fois économique et financier, mais aussi sécuritaire, la France aussi, c'est le dossier de la Syrie. Nos amis algériens nous ont rappelé que, en fait, il fallait très clairement avoir en tête qu'il n'y a qu'une seule vraie menace, en tous les cas une priorité, la neutralisation de Daesh. الجزائريون مدعوون لشد الأحزمة لمواجهة ما حمله قانون المالية التكميلي من أعباء مالية إضافية. محمد سلطاني عاد إلى بعضها في هذا التقرير. يتوقع أن تشهد جلسة المصادقة على قانون المالية التكميلي المصادق عليه الأربعاء في مجلس الحكومة جدلا واسعا في أوساط النواب، وإن كانت المصادقة على القانون مؤكدة والرفض ضرب من الخيال، وذلك بسبب الأعباء المالية الإضافية المفروضة على الجزائريين في هذا القانون، والبداية في استهلاك الكهرباء التي رفعت ضريبتها على القيمة المضافة أو ما يعرف عند الجزائريين بالتيفيا إلى حدود 17% على المستهلكين الذين يتجاوزون عتبة 125 كيلووات.
أما في مجال المحروقات فتعتزم الحكومة الرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 7% إلى 17% والرفع من قيمة اللتر الواحد من الوقود ب2.66 دينار. أما قسيمة السيارات فستتراوح بين 5,000 إلى 18,000 دينار جزائري حسب سنة السيارة وعدد أحصنتها. هذه الإجراءات وإن حملت عنوان ترشيد النفقات إلا أنها جاءت تفتقر لمنطق التوزيع العادل للأعباء على دافعي الضريبة، ذلك أن أول مداخيل الدولة بعد الجباية البترولية تتمثل أساسا فيما يقتطع من رواتب الموظفين في المصدر، بينما يدفع بعض أصحاب الأعمال الحرة ويتهرب أكثرهم من دفع الضرائب، الأمر الذي سيزيد من تعقيد أزمة المواطن مع لقمة العيش، خاصة في ظل النزيف الإداري والإرادي الذي خضع له الدينار الجزائري بما لا يقل عن 30% من قيمته. قررت مؤسسة بريدي الجزائر اعتماد نظام معلوماتي جديد لتفعيل الموزعات الآلية للنقود مع فرض عقوبات صارمة على كل قابض يخل بهذا النظام. سارة بناب. إجراءات عقابية في حق كل قابض لا يلتزم بالتعليمات الجديدة المتعلقة بتزويد الموزعات الآلية بالأوراق النقدية، هو ما أكده السائح عبد الناصر المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر. فيما يخص الموزعات الآلية للأوراق النقدية، نعطينا تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بتزويدها بالأوراق النقدية وإن شاء الله ما يكونش خلل. قمنا حوالي أسبوعين حاليا، الأسبوع اللي فات والأسبوع هذا، بوضع نظام معلوماتي للرقابة عن بعد على المستوى المركزي على المستوى المحلي، ما من قابض فيك تكون خلل نعرفوا بلي ما كانش الأوراق في الموزع نبعثوا له رسالة نصية قصيرة أنا سامس ولا فورم نقولوا لازم تزود الموزع بالأوراق النقدية. لما يقومش بهذه العملية احنا نعاقبه، احنا درنا تعليمة في هذا ونتبعوها. أما فيما يتعلق بفضائح التوظيف بالقطاع التي تتم عن طريق شهادات مزورة، يقول ذات المتحدث: كل ما يكون عندنا عون جديد نبعث للمؤسسة التربوية أو الجامعة أو المعهد وين كان يقرأ يتنطيفيو الشهادة سوية شهادة أصلية أو مزورة. في حال ما يلقوا بلي شهادة مزورة نقوموا بوضع نحبسوا على العمل ويداعش شكوى القضاء. ويبقى باب الحوار حسب المدير العام مفتوحا أمام الشريك الاجتماعي لتلبية المطالب المرفوعة بعيدا عن الإضرابات. في حصيلة أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم إنجاز 2842 مشروع بحث علمي في جميع القطاعات والتخصصات من قبل 18,539 باحثا في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 2008-2012. رحلة العاصمة نحو الولايات الداخلية بحثا عن الأضاحي بأسعار معقولة قد تتكرر هذه السنة وقد تنتهي بخيبة أمل، هذا ما تخوف منه رفيق عبود في هذا التقرير وهو يعود من أحد أسواق الماشية بالعاصمة. تشهد هذه الأيام أسواق الماشية المرخصة لها بالعاصمة إقبالا محتشما من طرف المواطنين، وذلك قبل أسبوعين من عيد الأضحى المبارك، والسبب قد يعود إلى ارتفاع أسعار الأضاحي حسب ما صرح به عدد من المواطنين. أول كبشة غالية ما كبش ما نجملوش أنا بستمني وصغير 55 52 صغير صغير عنده العائلة عنده الغاشي مي وين موش. وهنا في أرجيسون توجور يكونوا غاليين توجور يكونوا زايدين مليون مليون ونص نورما. عامل بسيط تاع حوالي شهر ويستنى شهرية وأبرب لي ثلاثة دراري ولا أربعة ولا خمسة بزاف عليه. وككل مرة يرى بائع الأضاحي أن السبب ارتفاع أسعار الأضاحي يعود أساسا إلى ارتفاع سعر الأعلاف ونقص الماشية. يا خو ماشي حنا اللي رانا نبيعو غالي باسكو حنا وصلنا لي سورس ديالهم خو، وصلنا هضرنا مع الموالا كي تقولو علاش كي تهضر مع كبش تاع اللي كان يدير العام اللي فات 4.5 ملايين يقول لك 7 ملايين، كي تقول له علاش يقول لك الله غالب الماكله غاليه نبيعو غالي. تجيب حاجه كبيره ما يشريهاش عليك، ما يشري عليك الزوالي، تسمى حاجه صغيره تمشي الزوالي يشري المرفه يعيد كاع يعيد، وهادو ملي نقول بربعه غاليين كباش كاع غاليين بارتو.
ما احنا كان نجيبوا فيهم مليان نشوف فيهم بالغلا. ويبقى اصحاب الدخل المحدود يتربصون لحظه انخفاض الاسعار من اجل احياء السنه وادخال الفرحه في قلوب ابنائهم بدخولهم في مغامره قد تحرمهم من كبش العيد. أمال بحمد شابة في مقتبل العمر نجت من زلزال بومرداس سنة 2003، غير أن الموت لاحقها لتموت حرقا في الشالي الذي كان يأويها وعائلتها. فماذا لو استفادت عائلة أمال من سكن؟ رفيق عبود وقف على المأساة وعدلنا بالتالي. استيقظ حي الشاليهات ببلدية ولاد موسى بولاية بومرداس على وقع مأساة راحت ضحيتها أمال بحمد صاحبة 18 ربيعا، حين التهمتها ألسنة نيران نشبت داخل الشالي فتركتها جثة هامدة متفحمة. أخوها الكبير شاف النار شعلة من هيها، شعلت النار من الجهة من هيها، مش درناد لطون لينود لهبت شعلت النار اللي عن شمال، واش دار باش يكمل يجي خارج من الباب؟ ما قدرش يخرج من الباب، نقز منا متقه منا يعني متقه منا، ومن بعد سمع اختو تنازع جا حاول يدخل، النار ديجا كانت لهبت. ومن بعد لقاو الحمايه المدنيه، جات الحمايه المدنيه كيحلوا الباب هنا صابوه هنا في الكوطي هذا هنايا اكروبي هكذا كربونيزي كيما يقولوا. الساعه تاع الصباح كنا راقدين كي سمعنا جينا نتجهروا كامل، واحد ما يقدر يوقف عند الباب تاع الشالي ديجا سخون حديد. قيس ما عيطنا للحمايه جاو على 11 خلاو لقاوها في حما هنا في لي شالي. عندي دوك 12 سنه اني بنت توري وهجاله وعندي البنات، وخفت خويا يموتوا بناتي كيما ماتت الطفله هذيك. حي الشاليهات بولاد موسى الذي يعود تاريخه إلى زلزال بومرداس أواخر شهر ماي سنة 2003، حيث تم ترحيل البعض وبقيت أزيد من 100 عائلة لم ترحل وتعيش في ظروف مزرية وسط قمامة وبقايا الشاليهات المحطمة، إضافة إلى المياه القذرة، ناهيك عن خيوط الكهرباء على الهواء الطلق. مدوا من الطروة والناس هنايا، بون الناس كانت صابره، الدنيا كانت وعود وعود وعود. لحقت العام اللي فات جوان 2013 جاو قسموا شاليات رحلوا، حنا ما فهمناش الرحله هذه كيفاه، لا بلي نيميرو كاين ناس 200 راحت دو ما راحش، لا بلي زونسيانتي 2003 قعد و 2008 راح، الناس ما فهمت والو. بقينا جاو رحلوا الناس، ما زدنا شفنا حتى مسؤول من هذاك النهار اللاطات هذه. البارح شفنا المير كي ماتت هذه المخلوقه هذه، ولو كانت الماء الجيران يطفوا هذاك الشالي، باسكو الماء 10 ايام ما عندناش حنا هنايا، الماء ماناش نشربوا، انا نشربوا بالسيترنات ونشروه بالدراهم. قال لك راه اللي رحلناهم هادو الاخرانيين رحلوهم خاطر لي شالي تاعهم مكسرين، اسكو اللي عنده شالي مكسر اسكو يقدر يزيد المير ولا هذا شاف دايره ولا الولي عاود يسكن فيهم ناس واحد اخرين ويخلينا حنا القدم هنا؟ سكن فيهم ثلاث مرات وجاو ثلاث كوطات واحد اخرين. لي جديد لي عنده معرفه لي عنده لي صاحب الوالي لي صاحب المير لي صاحب جابهم سكنهم هنا وحنا خلانا ما عندناش من بحانوت منين نشرو خبزه ولا نعمرو قرعه غاز ولا والو، ما عندنا لا ما لا حانوت. الصدمه كانت كبيره ببلديه ولاد موسى التي شاءت الاقدار ان تحتضن الشابه امال لتكون نهايتها ماساويه، ذنبها الوحيد انها وعائلتها لم تستفد من سكن لائق، احتمال احتراقه ضعيف. إذن هي أمال مأساة عنوانها أزمة سكن، فرحم الله أمال وأسكنها فسيح جنانه. إلى أبرز أحداث أسبوع كامل نتابعها مختصرة في هذا الحصاد مع منال بلعلة.
نستهل حصادنا لهذا الأسبوع بالدخول المدرسي والجامعي 2015-2016 الذي مر بردا وسلاما على وزيرة التربية نورية بن غبريط، حيث التحق أزيد من 8 ملايين تلميذ وتلميذة بالمؤسسات التربوية عبر كامل التراب الوطني، فيما التحق قرابة 1.5 مليون طالب بمؤسسات التعليم العالي عبر الوطن بزيادة 200 ألف طالب مقارنة بالسنة الفارطة. أما على الصعيد الوطني، أكثر من 6 ملايين شخص تصفحوا الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل من أجل اختيار المكتتبين لمواقع سكنتهم الجديدة. أمنياً تمكنت هذا الأربعاء مفرزة من الجيش الوطني الشعبي بمنطقة برج منيل لولاية بومرداس من القضاء على إرهابيين اثنين واسترجعت كمية من الذخيرة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. برلمانياً استأنف المجلس الشعبي الوطني بعد افتتاح الدورة الخريفية أشغاله بعد عطلة وعطالة بجلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على 6 وزراء. إلى الشأن السياسي، حيث حل بالجزائر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي في زيارة رسمية أكد خلالها على ضرورة مكافحة الإرهاب والتعاون بين البلدين للمساهمة في ضمان استقرار دول الساحل. سياسيا، دائما انطلقت بحر الأسبوع بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع ثلاثي ضم الجزائر والنيجر وتشاد لدراسة الوضع في ليبيا والبحث عن حل سياسي. ومن الحصاد ننتقل إلى روبورتاجي النشرة. إنجازات والدور تجمعت في بني ورتيلان بولاية سطيف. يوباب قطايا يأخذنا في زيارة إلى المنطقة. مشروع ضخم في أعالي جبال بني ورثيلان شمال ولاية سطيف، مركز نفسي بيداغوجي يضم كل المرافق وبمواصفات عالمية يتكفل بأكثر من 70 من ذوي الاحتياجات الخاصة تكفلا تاما. هو ليس مشروعا لوزارة التضامن، بل اجتهاد بسواعد أعضاء جمعية ابتسامة لذوي الاحتياجات الخاصة الرائدة في العمل الخيري التضامني وبمساهمة من المحسنين بمنطقة بني ورثيلان. هاد الناس هذو لقيناهم في ظروف يعني جد صعبة، بمساعدة بعض المواطنين منطقة بني ورتيلان فكرنا بأنه باش يعني نلقاو حل لهذه الشريحة، ومن هذا الفكرة انطلقنا وشفنا الناس وربي وفقنا. احنا كجمعية لما بدينا كنا في حوالي 3 أو 4 أشخاص، ما عندناش حتى مقر. اصبحنا اليوم في مشروع التكلفة تاعو راهي تفوق بالك 12 مليار سنتيم. ويتوفر هذا المركز على كل المرافق الضرورية من أقسام للتدريس، ورشات، مسبح، قاعة للرياضة، عيادة وسيارة إسعاف، ومرافق ترفيهية أخرى. ولا يزال المشروع مستمرا بإنجاز توسعة تشرف على نهايتها تتمثل في مصلحة مخصصة لشريحة ذوي الإعاقات الثقيلة. سالب بيسين، سالب دكتور، سدونا تمنون وهن البروج هن، إذا ما وقينا سقطنا كلنا سحري كلا، عند نجمع أهل نعيش، بس مولانا سنة سأسنك شوية عثبي مولانا سنة. النداء الكبير اللي نطلبوه وخاصة للسلطات المركزية وهو أنهم يتكفلون بالعمال تاع المركز، لأنه إلى حد الآن عمال المركز راهم مديرية النشاطات الاجتماعية لولاية سطيف هي اللي راهي تتكفل بهم، وكذلك بعض المحسنين، ولكن الأمر هذا من المستحيل باش يدوم. وتبقى جمعية ابتسامة امتدادا لتقليد تجمعت في جبال بني ورتيلان، ومثال كذلك للمجتمع المدني القائم بواجبه. ومن المثال الحي الذي يقتدى به إلى الأخبار الدولية. 14 عاما تمر على هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت مراكز حساسة بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي الذكرى أكد مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي أنه لم يرصد أي تهديد محدد ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أصمهان عزلي.
11 سبتمبر 2001 اليوم الأسود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إذ شهدت أمريكا خلاله عدة هجمات اعتبرت أكبر اعتداء على الولايات المتحدة، حيث خلفت نحو 3000 قتيل خصوصا في نيويورك وواشنطن بعد تفجير برجي مركز التجارة الدولية ومبنى البنتاغون من قبل إرهابيين. 14 عاما تمر اليوم على التفجيرات، فمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يقول إنه لم يرصد أي تهديد محدد ضد الولايات المتحدة في ذكرى 11 من سبتمبر 2001. وفي مؤتمر صحفي بواشنطن لفت رئيس مكتب التحقيقات جيمس كومي أن هناك بعض التهديدات التي تخضع للمراقبة، في إشارة إلى أنشطة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فيما أعلنت وزارة العدل اعتقال رجل من فلوريدا وجه إليه اتهام بالتآمر لتفجير قنبلة في وعاء طهي عند نصب تذكاري في كانساس سيتي يحيي ذكرى هجمات 11 من سبتمبر. باقي أخبار العالم نتابعها مختصرة مع أصمهان عسلي ثانية. هزت انفجارات عنيفة غير مسبوقة فجر اليوم العاصمة اليمنية صنعاء جراء قصف طائرات التحالف العربي مخازن أسلحة تسيطر عليها جماعة الحوثي. أعلنت دولة قطر تعيين سفير لها في بغداد، يعد الأول منذ إغلاق السفارة من قبل نحو 25 عاما. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم بن حمدان آل ثاني أمير البلاد أصدر قرارا بتعيين زايد سعيد راشد الكميت سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية العراق. فشل الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تعطيل اتفاق نووي مع إيران، في حين وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما نتيجة التصويت بأنها نصر للدبلوماسية. قال مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية إن بلاده وإسرائيل على بعد أسابيع من التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن الإنتاج المشترك لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي مقلاع داود الذي يطوره الجانبان معنا. وأضاف المسؤول بالبحرية الأمريكية جيمس سينغ أن المناقشات والمفاوضات مستمرة مع تل أبيب بشأن النظام الدفاعي الذي اجتاز سلسلة من الاختبارات في أفريل، ومن المتوقع أن يدخل العملية العام القادم. نهاية نشرة تذكير لأبرز عناوينها.